السلام عليكم. احنا مواطنين مغاربة تنعانوا من بعض المشاكل في هذه المدينة، مدينة سيدي إفني، مدينة ساحلية. هذه المدينة كانت المستعمر ديالها هو الإسبان، كانوا مستعمرينها في الثلاثينات والربعينات والخمسينات والستينات و69 اسبانيا خوات مدينة سيدي إفني. المهم هذه المدينة بقت مهمشة من طرف الدولة المغربية، يعني هذا البلد فيه خيرات كثيرة، فيه مثل الثروات السمكية، وعندنا منطقة سياحية، يعني أن السياحة تجي لهذه المنطقة بزاف، السياحة الأوروبية والسياحة الداخلية مثل السياحة المغربية كذلك. ومدينة سيدي إفني يعني تتنتج، عندها جالية كبيرة في أوروبا، يعني تجيب عملة صعبة للمنطقة، يعني تستفد فيها المدينة. وكذلك نقول بأن هذه المدينة خص الدولة المغربية تنظر لها بزاف، لأن مدينة سيدي إفني مدينة تستفد منها الدولة، يعني مدينة استراتيجية. هذا البلد الناس ديالو تيعانوا مزيان، نهار خرج المستعمر الاسباني من مدينه سيدي افني تيعانوا الناس ديالو بزاف. المشاكل اللي تيعانوا منها هو التهميش في الشغل، الطريق الساحليه التي تربط طنطان سيدي افني، وكذلك بالنسبه للمشاريع السياحيه اللي بغيناها تجي هنا تستثمر في هذه المنطقه مدينه سيدي افني، يعني تتنجم مثلها مثل الجزر الكناري، جاوا لها المستثمرين الانجليزيين والالمانيين واستثمروا تما في مجال السياحة، الفنادق ومنتجعات سياحية ومقاهي كبرى. ونقول بأن مدينة سيدي إفني في عام 2006 2008 شهدت مدينة سيدي إفني تظاهرة كبيرة من طرف المخزن المغربي، وهذا المشكل ان الناس تطالب من حقوق ديالها، شي حاجة بسيطة، نحن نطالب بحقوق بسيطة، يعني من حقنا الشغل والحياة والحرية، نحن حقوقنا مهضومة. ونحن مدينة سيدي إفني يعني سكان هذه المدينة أقلاء، ليس مثل المدن أكادير وطنجة ومراكش، هم كثر، ولكن مدينة سيدي إفني يعني تتنتج، خص هاد الناس ديالها يخدموا وتوفر لهم الدولة الشغل وما بقاش يمشوا يحرقوا. عندنا الناس بزاف في مدينة، كل دار في مدينة سيدي إفني، كل منزل في هذه البلاد ولو تتلقى فيه جوج الناس ثلاثة الناس مشاو هاجروا في الفليك، يعني مشاو هربوا لأوروب الجزر الكناري. علاش هاد الشيء؟ يعني مهمشين، ما عندهمش الشغل، ما عندهم فرص العمل، محقورين، حاسين يعني حتى الجو اللي تعيشوا فيه مزموت بزاف. يعني الشباب خصنا نوفروا لهم باش يحيوا هاد المنطقة ويحيوا المغرب ديالهم، وحنا تنبغوا البلاد ديالنا، حنا مغاربة تنعتزوا بها وتنفتخروا بالوطن ديالنا وتنفتخروا بالملك ديالنا، ولكن بغينا من الدولة تنظر لنا واحد النظرة كبيرة جدا، لأن المدينة ديال سيدي إفني خرجت لإسبانيا من إفني، كانت إسبان هنا كانت مدينة سيدي إفني تتحكم على الصحراء، ومدينة سيدي إفني كان فيها مستشفى، أحسن مستشفى في إفريقيا، من المغرب إلى جنوب إفريقيا، من ناحية الأطر والأجهزة الطبية، وكانوا عندنا قاعات سينمائية في عهد الإسبان كبيرة، وكانوا عندنا كلوبات يعني بلاصة الرقص، ويعني وكانت عندنا حديقة ديال الحيوانات، وعندنا المهم مطار دولي، يعني كانت المدينة في أيامات الإسبان مزدهرة جدا. يعني في هذه اللحظه اللي دخل المغرب حنا تنتظروا من بلادنا نقولوا مرحبا بالوطن ديالنا والناس ديالنا يدخلوا لنا ويخدموا يحيوا البلاد ديالنا، ما لقيناش فيهم هذا الشيء اللي بغينا، لقينا الخير في اسبانيا وما لقيناش في هاد الناس، يعني الناس ديالي فني مقهورين جدا جدا. بغينا من القنوات الاعلاميه تنظر لنا بزاف، تنظر لنا وتنادي وتنادي وتنادي، انا مواطن من مدينه سيدي افني تنعانوا تنعانوا تنعانوا، المشاكل ديالنا حتى حنا بحال الدول العربيه، يعني بغينا الناس تنظر لنا من والوسيله ديالنا هي وسيله ديال الاعلام، بغينا الاعلام هو اللي تيهز هاد البلاد. في 2008 الاعلام هو اللي هزنا، القنوات الاوروبيه والقنوات العربيه والقنوات كذلك الاسيويه، بعد محل الصين وايران جاوا شاركوا هنا في ديك المسيره اللي وقعت هنا وداك المشاكل اللي وقعت مع المخزن. وتنشكر المغاربه كاملين ويتحدوا، حنا ماشي ضد بلادنا، حنا مغاربه وتنقولوها وتناكدوا مغاربه وتنبغوا بلادنا وتنبغوا الجاره ديالنا الجزائر وتنبغوا الجاره ديالنا موريتان وتنبغوا الجاره ديالنا الاسبان، حنا معتزين وحنا ما فينا
مرسيدس ولا شي بوغد ولا شي حاجه. حنا اوروبا خوتنا، تنخدموا عندهم وتنستافدوا معاهم وتيستافدوا منا. ومرحبا بالجاليه اللي جات لعنا، مرحبا بها. عندنا جاليه فرنسيه هي الاولى في الرقم القياسي في مدينه في المغرب، وتتبع الجاليه الانجليزيه والالمانيه كذلك. بغينا حنا الحمد لله نديروا شراكات ما بين اوروبا والمغرب، يعني يستثمروا عندنا ونستثمروا عندهم ونحيوا البلاد ديالنا. وشكرا. السلام عليكم. حنا جينا هنا دايرين المعتصم، دايرين المعتصم من اجل التشغيل. يعني هنا مدينه سيدي افني ما فيهاش خدمه، ما كاينش فاش يخدموا الناس، ما كاينش. العيالات هنا ضايعين، الرجال هنا ضايعين، جايين من اجل التشغيل، من اجل البحث على لقمه العيش. وحتى واحد هنا ما جاش جابته الشباعه، كل شيء جاء من اجل التشغيل، من اجل فاش يجيب لقمه العيش لولاده. لا الدراري لا العيالات، كلشي مكرفس هنا، ما كايناش هنا لا خدمه لا والو. ولا اغلبيه مسكين ما عنده حتى، ولا اغلبيه هنا مسكين ما عنده حتى، ما عنده حتى فاش يسكن. يعني ما جابتوش هنا الشباعه، جا من اجل البحث على لقمه العيش، بغى فاش يخدم، يعني من اجل التشغيل. جينا هنا معتصم كمعتصم ديال العيالات وديال الدراري، من اجل التشغيل الجامع. فاي حاجه غادي نخدموا حنايا. السلام عليكم. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، الله يرحم محمد الصليح. عاش الملك.